إلى مركز ما عرفت هاي هذه بعض الدوشن قبل قابل الشتي أنا كسرتها في دار سعوتو وحمرنا استيج وودن باي وآه عنده رشاد اللي قبته بشتاء دولاه هذا كان نقدر شو عن قرشين إن أنا واسيلش دار شيء بشتاء دولا واقرتي أرنت أقوين ضد عاود على سوحي تاي بري حبناها لو سو كلا دورتي الواق يجربهري ما كقيب قليان دور شذا بل قدوميه قديقة يا تاي حبنا قديقة كتر سنة وايا هلين قانك قديقة أرنت أسمحوية قلت حبنا حظ وايا بين ربوتين وحي لعدين شركة جرائي بانقلنا إنه وحنا لقى قدوميه أنا لما أقول إن الشر جرائد خلنا يان وحي أي كان حضلان وأنا هذا الشيء كان وحي هايان لما أنا أقول إنه كنت تشكي وحي كان حضلان وحوك لما أنا شغل لكن وحن ربعت إن عضيه إن هذه لا قد الشخص ما تيتكل الشيء برلمان كل شيء أي أحد أخذ الله حليل فرسمه يتابع جنت خمسة مدة دور الشر هنا تعالوا وحي انت اسكب حسن ووحو يالو قدوم بارلمانكا حدنا وحو لايه هاي قدومية كوميل قارة وحوشي سيورو بلكا وحي انت اسكب حسن يا كخي دلايا دور الشباء يا عد بحنايو واسمو لقربو اني كل عديان قدومية كوميل قارة كاينو عديا لقربو لكن انا وحا لقربو عدي قديس كمالكين لو ديلو بالوان كله دي بإنجليز كسام كل شيء إنه أما هذا كوكي مك ماشي علوة أما هذا أنا كوكي مك كربهاري أما هذا أنا أنت بعيني كما قيل أنا واحد شقاء أنا رجع ما راح كنت شقي شوي تعرف شو يتابعك أنت دور الشذا وحل إسوي ديني وحي تاي بري محل عكرة دي قدقي أد قدوميها أو هاد أديكو قدومية أدن أقول شركة جرائد حبنا كم إذا قدقينا أي هلين أو قوانا أي جارين مركا دادكو حي إسوي ديني يعني محل عكرة حقابي وح كل ما انكران مركا سدابا سلادا وحبا كل عكران إذا شقد قدقي أنا قدقي قدومي وح وح وحي القرن عيني أنا قاعد بروفر كي كسعبان فنتي يعني حبناها معها مال أما أنا بدن أما صار شقده وحيك سعوت شقق كونسنس سيه يعني لقي شيء وحنا قبنا هنا صار أو قبنا هنا المرض بيشيس كوهين لكن أنت إيش أروش أنا بدن له هنا وحنا قبنا هنا صار أو قبنا هنا مجلسه وقلتيهن كوميتيس كي يقاب كل واحد سنة نوع أسماء برلمان كان برلمانتي كوميتيس كما قال لي شايني قدوميها أولي بأي تاي أدهوك مركي تاي شقو مدعي مسعونيش مركي تاي قدوميها لدورت قدوميها أي أود إسكالي مان ديت كيني قيبك معها شقادة عن قبنين قيبك معها شقادة من الله حلساري وحاوهي إنا نكشقين الدور الشادة قدونك برلمانك هوشا سيان ودنا إلا مدنا واسو قران جرينينا أو ملفي عمبان سو قارشيني بسيطان ومالك ودن بيسو حنفجينا إنسي لبضا إينا وقصد واي مدحوينها إي رئيس الوزاره اللو ورقضود أو إسكهور إمانا يسو كلا سارين أو كسابسن عدة أمنيغ لغو أغانا يو مركا إذن كدور انتال إيقبا تولي ديهين أما طلاحة دي أهان لهد أما قوانا أهان لهد عدة أمنيغ دورشادة إي حولك لغو هلين يو أنا أمني جدي أمني جدي وصاد أمني أيا قبلا وكش وقيب كأه جدي له جدي وصاد بس أمني يا أنا وأنا جوام كوجارنا أمني قيب كيهن لكن وحيا راح فرصة مضعه وأمني كسب شن أي قيب كيهن وأنا جي هدا دور مركع هذاني إن دور شدو يعني كل عضو أنا جي لحنا ماشان أفشلون يعني كل عضو صرت أقول إحنا وحكرا معها قيمة ملك السماء وحنا صوب حقيقي إن يعني برلمان ك الوقت أن كان أمني الوقت أن كان الدور شذا أمني جرت جل الوقت أن كان ملك لكن ما أمني سو ما أمني السوق عيو ما إسكال السوق عيسو ده تاسوا أرين أو أتالو أرين سياسة عيسو
arrin siyaasad u baahan waayo in lagu xaliyo xal siyaasadeed in laga gaaro u baahan waayo laakiin sida aan la socono waxa aan u keenay oo meesha waxay ahayd erbooka waxaan u keenay waxay ahayd in yani maan ognahay in ciidamada aanu sameyn meesha joogaan meeshana ay maamulaan in waxa aan ka cararaynay marka hore ay ahayd faragelin dhanka ciidankii amniga ee dowladda oo aan u aragnay markaas inay yihiin ciidan dhan u badan ciidan siyaasadii ku milmay ciidan yani sidii doono loo adeegsan karo aan u aragnay waayahay markaad eegto arrimahan hadda soo cusboonaaday guddiga shirka jaraa'id garabka qabta ha ahaato arrintan amniga oo caqabad weyn oo taagan ha ahaato ma isleedahay berri doorasho way dhacaysaa anaga kule iskajabalkii aan dejisanay doorasho inay berita dhacda ayaan u dejisanay hadda markii meesha la tago wixii ka dhasho iyo wixii reaction oo ka yimaado waa goonideeda laakiin annaga qorshayna waxaa waaya in doorasho berita ay dhacda gudaha raali karno waayahay ugu dambeyn go-aanka guddigu marka si qeexan muxuu yahay berri ma in doorasho ay dhacayso ma in xal kale iyo inta waagu isa beryin lasii baadigoobayo oo arrintan lagu dejinayo mise ha ha annaga invitationada waa qaybina waxaa ku qoran berit inay doorasho dhacayso xildhibaanadana waxaan jeclahay in fariinta loo dilo berit inay doorashada dhacayso dee mas-uuliyaddaas annaga madhigin waxaa iskale baarlamaanka baarlamaankana wuxuu leeyahay xoghaya xoghayahaas ayaa ka shaqeeyo laakiin annaga waxaan yani qorshaheyna uu ahaa in berit ay doorasho dhacdo waana rajaynaya inay berito doorasho dhacdo iidna waa lasoo diray oo baarlamaanka uu soo diray in berito oo taariikhdu tahay 7-ka Abriil ay doorashadii guddoomkooda shacabka ay dhacayso afisyon inay ka dhacayso waqtigana ay 7 subaxnimo ay tahay mudane guddoomiye maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnayd in is-horistaag xubno kamid ah guddiga ku meel gaarka ah iyo xoghayaha baarlamaanka lagu sameeyey bal si faahfaahsan haddii aad noo sharaxdo yay tahay cidda ishor istaagtay dhacdadaas waxay guddiga ma ahayn waxay ahaayeen shaqaalaha ama howl wadeennada guddiga la shaqeeyo ee ku shaqeynaya xarunta adeegiisa ayaa saakay mar aan wacay agaasimaha si aan uga waraysto howlihii uu nagala shaqeynaya meesha uu marayso ayuu wuxuu ii sheegay in hadda lagu wargeliyey inay bila hargeysa xiraan shaqaalahana meesha ka saaraan shaqaalo kalena uusan soo gelin meeshana ayaga ay ka baxaan wuxuuna ii sheegay in amarkaasi uu bixiyey xajaar waa goora dambe waxaan maqlayaa inuu xajaar arrintaas beeniyey laakiin waa nasii darade hadal wuxuu sameeyey inuu yani gadaal u ka beeniyo mar walbo marka waxaa dhacday in markuu warkaas ii sheegay aan la hadlay taliyaha amniga u qaabilsan ee boliiska ee baarlamaanka inaan wacay oo aan yidhi meesha maxaa ka jiro asagana uu intii ii sheega uu yidhi guddoomiye waxaa isoo wacay taliyihii waxaa kaloo isoo wacay nin uu ku tilmaamay magaciisa ugu sheegay sanjocda shaafici oo ah taliyaha ama abaanduulka ciidanka dalka soomaaliya labaduna waxay wargeliyeen oo yidhi in dilada lixira shaqaalahana ay ka baxaan hadda oo aan kula hadlayana shaqaalaha yani waa ka baxeen intaasoo asna ii sheegay marka dee saasay wax u dhaceen saakay runtii shaqaalihii oo howlwadeenada ahaa oo markaas hool ku haya meesha in sidaa loola dhaqmo oo lixiro dilla hargeysa waxay ahayd wax aan yani aan la filanaynin haddana waxaa dee haddana wax labatii waa igu noqotay ninkii intaas sameeyey inuu intuu haddana yani warqad soo qoro u yidhaahdo ama uu inuu hadla xitaa waa dhici kartaa inuu intuu warqad soo qoro u yidhaahdo anigu cidna wax meel uma diidin oo meel kama bixin marka iyadana waa nashiib tano kale